بحضور رسمي وشعبي حاشد، استقبل أهالي اللاذقية صاحب الغبطة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، حيث أقيمت صلاة شكر في كاتدرائية القديس مارجرجس بمدينة اللاذقية بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد فيها جراء تضررها من الزلزال الذي ضرب المحافظة العام الماضي. وحي البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في كلمة له كل من شارك في عملية ترميم الكاتدرائية لترفع الصلوات فيها مجدداً، معرباً عن أمله برفع الظلم والحصار عن الشعب السوري وانتهاء الحروب والصراعات في المنطقة والعالم. كما وجه تحية إلى فلسطين وإلى أهل غزة الصامدين، وبارك سوريا قيادة وشعبا وجيشا. بدوره أوضح محافظ اللاذقية عامر هلال أن زيارة صاحب غبطة البطريرك حدث منتظر من قبل أهالي اللاذقية والرعية لدورها في تعزيز قيم التسامح والوحدة والمحبة التي تجسدها هذه المدينة بتاريخها الروحي العريق وأهميتها كمركز للكنيسة المشرقية. وثمن هلال الدور الاجتماعي والرعوي الهام الذي تقوم به البطريركية وأثرها الإيجابي في تعزيز القيم الروحانية والدينية والمجتمعية. من جهته أوضح المتروبوليت أثناسيوس فهد مطران اللاذقية أن شعب سوريا الذي يمر بظروف صعبة قد نجح في أن يقدم للعالم نموذجا يحتذى به في الصمود والتجدد والاستمرار في الحياة بفضل الروح الوطنية التي جمعت أبنائه في لوحة فسيفسائية. ولفت المتروبوليت فهد إلى أن اللاذقية جزء من هذه اللوحة، وهي أرض الجمال والحضارة والإنسانية والثقافة والأبجدية الأولى، ونحن مصممون على الحفاظ على هذا الإرث الحضاري والقيم الإنسانية النبيلة التي ورثناها من الآباء والأجداد. الكنيسة اللي احنا موجودين فيها صحيح بناء اليوم هو جديد، بنيت سنة 40، ولكن كنيسة القديس جورجيوس هي عريقة في القدم بمدينة اللاذقية، مذكورة بالتاريخ من الكنائس الأساسية اللي كانت موجودة تقريبا من القرن الخامس والسادس الميلادي. كنيسة القديس جورجيوس مذكورة عند دخول المماليك إلى اللاذقية، وعند دخول العثمانيين إلى مدينة اللاذقية من ضمن الكنائس القائمة في ذلك الوقت. طبعا بالحرب العالمية الأولى تضررت الكنيسة، مما أدى إلى تسكيرها وإغلاقها وغير عدم صلاحيتها لأنه تكون هي تقام فيها الصلوات، فكانت الحاجة أنه إعادة إعمار الكنيسة، وتم إعادة إعمار الكنيسة بالرونق اللي نحن شايفينه هلأ عليها بالشكل اللي بنشوفه عادة بالكنائس ذات ثلاثة الأروقة، هي شكل السفينة، لأن الكنيسة بترمز لسفينة الخلاص اللي بيدخلوا فيها المؤمنين وبيعبروا بحر هذا البحر الهائج اللي بحر العالم، ففي الحماية الموجودة واللي بترمز لسفينة نوح اللي كان فيها الخلاص للناس من الطوفان. فعمليا دشنت الكنيسة أو بنيت الكنيسة سنة 1940 بشباط 2023، نعرف كلياتنا الزلزال الذي أصاب مدينة اللاذقية وضرب عدد من الأبنية والكنائس الأثرية والقديمة إن كانت كنائس أو جوامع أو بيوت، فكان إلى نصيب كنيسة القديس جورجيوس، ومثل ما شايفين يمكن من الصليب اللي هو موجود ورايي أنه تحطم أجزاء كثيرة منها، فكانت الحاجة أنه نرجع إعادة خلينا نقول ترميم الكنيسة وإظهارها بالرونق اللي ظاهر عليه اليوم. غدا بنعمة الرب بده يكون تكريس الموائد والكنيسة من جديد لإعادة الصلوات لحتى شعب اللاذقية يضل محافظ على إيمانه ويضل محافظ على صلواته اللي بيرفعها من أجل سلام العالم، من أجل خلاص العالم أجمع.
ولهيك بكرة كلياتنا راح نكون إذا الله راد موجودين بهالمناسبة اللي هي بتصير مرة يمكن بالعمر الواحدنا يمكن بيحضر مرة واحدة تكريس الكنيسة، وخاصة بحضور صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر. وتتضمن زيارة البطريرك يوحنا العاشر إلى اللاذقية والتي تستمر لأيام فعاليات عدة، بينها تكريس كاتدرائية القديس جورجيوس ووضع حجر الأساس للمدرسة الجديدة في حي دمسرخو، وحجر الأساس للمطرانية الجديدة في حي العوينة، وحجر الأساس لكنيسة في جبلة، والمشاركة في الاحتفال باليوبيل الألماسي للثانوية الوطنية الخاصة، وزيارة إلى جامعة تشرين، والمشاركة باليوبيل الفضي لكورال الراعي الصالح في دار الأساس.